اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، كل متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. لسه مستمرين معاكم في تلفزيون اليوم السابع، متابعتنا المستمره لهذا الحدث التاريخي اللي حصل في مصر النهارده. كان كل العالم في الحقيقه بيتابعوا جوه مصر وبره مصر وفي كل مكان في العالم. بنتابع معاكم كمان الكواليس الخاصه بهذا الحدث العملاق مع الدكتور او الاستاذ عاطف الدباح، مدير المكتب الفني للمجلس الاعلى للاثار والمشرف على تطوير سور مجرى العيون. اهلا وسهلا بيك. مساء الخير يا غساب، اهلا بيك واهلا كل المستمعين، وتحياتي لحضرتك وكل المتواجدين معاك في الاستوديو. يعني بنبارك لك الاول على خروج هذا الحدث بهذه الصوره اللي ابهرت يعني كل العالم، وكل المصريين كان عندهم احساس كبير جدا بالفخر بكل مشهد حصل النهارده. انا ببارك لحضرتك وبارك لكل مصري موجود على ارض المحروسه، وقبل ما ببارك لكل مصر ببارك للسياده السياسيه برئاسه القائد الرئيس عبد الحسيسي ومعالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فليهم كل الفخر ولهم كل التحيه على هذا الحدث الجميل اللي قدر النهارده نستعده ان احنا نشد انظار العالم كله الى مصر والقياده السياسيه والى المفتاح التاريخي اللي يسجل في التاريخ. وقت مبروك لكل مصري. صحيح، طبعا المجلس الاعلى للاثار كان ليه دور كبير في ترتيب هذا الحدث. عايزين نعرف كواليس اكتر وترتيبات هذا الحدث. الكواليس الاكثر ان هي فعلا في خلال السنتين اللي فاتوا كان في تكليف من قبل القياده السياسيه بالاجراء الموقف المخيب اللي تم النهارده والمشهد الجميل اللي الحمد لله طلع بخير، فمن المجلس الاعلى للاثار وقيادة بجانب معالي الوزير خالد العمالي والامين العام دكتور مصطفى وزيري، قدرنا ان احنا نطلع بالشكل العام دوت الجميل من خلال زملائنا المرممين، وتحيه لكل مرمم وكل اثاري بيعمل في المجلس الاعلى للاثار، لان هم دول النواه الحقيقيه للفرح بتاع النهارده او العرس النهارده. هم تعبوا في الفتره اللي فاتت، كل زمايلي تعبوا في الفتره اللي فاتت، قدروا ان هم في المتحف المصري للتحرير وفي متحف الحضاره في خلال الفتره اللي فاتت كلهم بيعملوا بجد واجتهاد، لدرجه ان في الشهر الاخير انا اعرف ناس من زمايلي كانت بتروح بيوتها حوالي الساعه 2 و3 بالليل، مجرد ان هو يروح البيت ينام ساعتين ثلاثه ويرجع ثاني على موقعه. يعني هو المجهود صحيح، كل التحية ليهم، المجهود باين، يعني المجهود باين في كل تفصيلة صغيرة. قول لنا المراحل اللي مرت بيها التجهيزات، بتقولي سنتين فبالتالي أكيد مرت بمراحل مختلفة. طبعا كل اللي الناس تعرفوا إن في تجهيزات تمت من خلال أعداد الأماكن المخصصة لوضع الولايات الملكية في متحف الحضارة، فكان في ناس متخصصين للوضع العام، وفي ناس برضه موجود في المتحف التحرير المحافظ على المنارات. ده جزء، الجزء برضه او الشق الثاني ان كان في ناس بتجهز برضه مناطق اثريه هيمر عليها الموكب، كان من ضمنها منطقه سور مجرى العيون اللي كنت مكلف بيها، كانت من ضمن النقاط الاساسيه اللي كان بيمر عليها الموكب، بس كان برضه في مجموعه من المرممين والاثريين برضه شغالين في الاماكن الاثريه اللي هيمر عليها الموكب. ما كانش مقتصر على العمل في متحف الحضاره ومتحف التحرير، لا، في اماكن اثريه كثيره، فده من ضمن الحاجات الاساسيه اللي في ناس كتير برضه كانت بتغفل عنها او مش واخده بالها منها ان في ناس اجتهدت في الاماكن دي. دي حاجه. الحاجه الثانيه كان عندنا طبعا مجموعه مرممين عملوا عمليه الدفن بالليل، الحاجات اللي هي او الحاجات اللي يتم نقلها الى متحف الحضاره، فده من ضمن الحاجات الاساسيه اللي فعلا ساهموا بيها في عشان يطلع الموكب الفترة الأخيرة. يعني صحيح انه الموكب طلع بشكل جميل جدا، والتجهيزات كانت زي ما حضرتك قلت كبيرة وفي اكتر من مكان اثري. كمان كان في مشاهد شفناها من الاقصر، حتى من الاماكن اللي طلعت منها هذه المومياوات من زمان، بداية الاكتشاف المومياوات. قول لنا جهزتوا ده ازاي؟ الخبيئة اللي كانت موجودة في الجزيرة البحري وغيرها وغيرها، كل ده طبعا من خلال احداث الداتا لزمايلي في المكتب العلمي للاماكن دي كلها، المجهود يحصل لهم في الفتره اللي فاتت، كل كلمه محسوبه عليهم بدقه وبنايه، فده طريق عمل متكامل قدر ان هو يغطي الحدث جميل جدا. يعني المومياوات الملكيه هتبقى جاهزه امتى ان الجمهور يشوفها في متحف الحضاره؟ ان شاء الله
بتاعتها اللي هي فترة الإعداد إن شاء الله يوم 18 أربعة اللي هو يوم التراث العالمي، ونجهز إن شاء الله برضه من ضمن الاحتفالية بيوم التراث العالمي الافتتاح يوم 18 أربعة حسب ما ذكر معالي وزير السياحة والآثار الدكتور فايز العلماني، هي يوم 18 أربعة تزامنا مع يوم التراث العالمي. يعني من يوم 18 أربعة هيقدر أي حد يروح يشوف متحف الحضاره ويشوف، طبعا الزياره مفتوحه لمتحف الحضاره بدلوقتي، ولكن المومياوات باذن الله الزياره مفتوحه من بكره ان شاء الله اللي هو 4 ابريل لقاعه العرض الرئيسيه. المومياوات ان شاء الله باذن الله هتاخد اسبوعين، يعني يوم بالظبط 18 4 هيتم قاعه المومياوات للزوار بشكل عام ان شاء الله، ويكون برضه جميل للقاعه ويناسب يوم التراث العالمي. يعني احنا اتكلمنا برضو خلال هذا الحفل العملاق عن متاحف جديدة سيتم افتتاحها ومتاحف سيتم تطويرها، كلمنا اكتر عن هذه النقطة. احنا في عندنا طبعا المتاحف الجديدة اللي بتحاول تقول اهتمام ان هي تمشيها، متحف العواصم او متحف العاصمة ده طبعا من ضمن الافكار الجميلة اللي كانت موجهة من قبل القيادة التاريخية، ففعلا هيضم مجموعة كبيرة من الصحف الجميلة اللي هي كانت تم اكتشافها في الفترة الأخيرة في مجموعة العصير اللي نظمها المجلس الأعلى للآثار، وفعلا كان ناتج جميل جدا في الفترات الأخيرة من خلال حوالي 80 كعكة كانت موجودة، وكانت بتشكل معظمها من أثريين مصريين. وفي عندنا بعد كده في عندنا متحف مصر الكبير، ده هيكون إن شاء الله بإذن الله العضو الكبير لمصر في 21 إن شاء الله 2021 إن شاء الله. إحنا بنشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عاطف الدباح مدير المكتب الفني للمجلس الأعلى للآثار، بنشكرك على وجودك معنا. شكرا جزيلا لكل متابعي تلفزيون اليوم السابع، وإحنا بالتأكيد مستمرين معاكم في نقل الصور اللي كنا بنتابعها من لحظات على تلفزيون اليوم السابع. هنفضل ننقل لحضراتكم كل الصور والكواليس الخاصة بهذا الحدث العملاق، الحدث اللي كل المصريين النهاردة حسوا بالفخر بكل مشهد حصل فيه من بداية الحفل في المشاهد الأولى وكل التفاصيل الخاصة بها، مرورا بالحفل الموسيقي المبهر الحقيقة وامتزاجه بكل حركات الموكب موكب نقل المومياوات، ثم وصول المومياوات إلى متحف الحضارة في الفسطاط. هي مشاهد مش هننساها بسهولة أبدا، يعني مشاهد هتفضل معلمة في كل وجدان وفي كل عقل مصري تابعها وفي كل ذاكرة شخص تابعها النهاردة. طبعا كل العالم كان بيتابع هذه اللقطات وهذه المشاهد من حفل نقل أو موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري الكبير إلى متحف الحضارة. مكملين مع حضراتكم، مستمرين معاكم في متابعتنا، بعد شوية هنكمل معاكم متابعة هذا الحدث العملاق.